السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدوري التي كانت منذ اسابيع مداوره من السيد يورغن كلوب، يلعب بأليسون حارس ليفربول، فان دايك حاضر متواجد، وبول لاعب الذي كان يعاني من التمريره والكره الاولى والتسديده، لكن خوسيس جوليان لوبوتيغي مدرب الساعه ويلبر هامتون، المحاوله ليفربول يسجل في هذه المباراة على الوولف، والكرة الأولى والتسديدة، لكن أليسون، نعم جواو موتينيو، فرق بالنسبة لليفربول في داول الكرة هذه جول، هذه جول، لكن إبعاد يأتي من دانسك إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى دار النونيز شيئا من نو سيتي في حالة جيدة، وهنا لدينا كرة في حالة تأتي هنا في ليفربول، والكرة على القائم الأول بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، لدينا ركلة مرمى لمصلحة فابينيو، والكرة التي تبعد، هذه خطيرة، هذه العرضية والقابية، تمريرة ممتازة أو على أحداث شوط هذا كلوب ليفربول في هذا الملعب، وهنا لدينا الكرة مرت من جهد، وبعد ذلك هنا من خلال المباريات المؤجلة من الأستاذ جواو موتيني، العبور صلاح راح مر، ولكن من أكاديمية خطير بابلو يحاول نولاية إليوت يمر، إذا ينجح ولفرهامبتون في عملية ضغط، ممكن هذا صلاح يترك آية نوري عنده الكرة، تدخل رأسية التي أبعدت من سيميدو، ولا زال أمر لا يحدث كثيرا، راؤول ياخذها راؤول، لكن فان داير شكل المباراة وصلاح، والكرة عدت وش بعد عدت يا خوسيه، ويظهر كل ما لديه، هنا ابعاد وخطا سيبان باسيتش، تدخل كاريس، تسلل على نونيز، جبهه يمنى تريد ان تعمل تمرير بكره بعد ذلك الطويله، نونيز عرضيه موجود، وكاد ان ياتي الرد من اليوت، وكاد ان ياتي الرد من هارفي، تخطر كرات ليفربول، الامور صعبه ولذلك حلاوه، لكن لم يستغلها بالشكل المطف مخبى، ماخذ نقطه امام رابيا بابلو، عرضيه بالكسندر، والكره التي تتخيل، واول اهداف، ياهي كوره وياهي لعبه مميز، الخامس عشر برصيد أربعة، ولدينا كرة ومحاولة إلى جوتا ألكسندر وحده يسدد، الكرة تصطد في داوسن، نعم داوسن هو اللقاء يقدم أداء جيدا، هذه وحده وهذه تسديدة أيضا إلى إليوت، أيضا أراح أدامة إلى من أدامة، سيميكاس يتقدم يلعب الكرة الأمامية، لكن إلى من أدارة يدير على فكرة بولتمي، هذه أمر يلعب الكرة العرضية، صلاة جاءتي اليمنى، أدامة يلعب الكرة، التدخل وهنا لدينا جوتا، لكن برافو ماكسيميليان في عمل صلاح، تحرك يا صلاح، مرر يا صلاح، تغييرات الآن تأتي من مين اللي غادر أيضا، راح نشوف هذه الكرة في الجهة اليمنى، ممتازة راؤول ماي لوبيتيغي، الإسبان كبير لمصلحة ليفربول، لكن جوتا فان دايك، هل كنت تستمع لي فان دايك، هل يمرر صلاح، الله الله الله، أخيرا يا مصلوح، أخيرا يا محمد،